أيوب هانتوجا، كان لنا شرف أننا نكون من ضمن هذه الفعاليات ديال الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية في مدينة أكادير، وكنوجهوا الشكر لمدينة أكادير على هذه الدعوة هذه، وكان لنا شرف أننا نتشاركوا الأعمال ديالنا الموسيقية اللي كتحاول أنها تعطي واحد الصورة جديدة للشعر الأمازيغي، يعني كتحاول أنها تزيد به القدام لي جينيراسيون اللي جايين، يعني كان واحد المشروع اللي كيامن بديك لا ديورابيليتي ديال الثقافه، داكشي علاش كنخدموا على الشعر الامازيغي، وكنامنوا باللي لي جينيراسيون اللي جايين حتى هما عندهم الحق من هذا المكون ديال الامازيغي، عندهم الحق في انهم يستافدوا من هذه الثقافه هذه، وتكون يعني مكون اساسي من الحياه اليوميه ديالهم. دونك كان لنا شرف اننا نكونوا في هذه الفعاليات هذه، وشكرا بزاف. لا نود ولا خسار انا اللي كنت فوق لاد تسكرت غرمت نوكادير، يعني تفوق لاني ضن ناير نوسكاس امين ومازيغ، لا نود ولا خسار انا انسورا زوان النا غزوان يوبانطوجا دمتني توكادير دي سوسما فارادني لي غير تنمشي. Yeah.
تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.